في جلسة حميمية فنية ترتقي أصوات المدينة تحت سقف واحد، تروي الذكريات وتهندس لآفاق جديدة. أنا في المنمى هنا عند خونا حسن، هذه المنمى فكرنا فيها في قعدة عزمان، كانوا مشايخ بكري كانوا يديروا آلة وإخوان. اليوم إن شاء الله راح نجي اليوم نجدوا نحضروها ونجسدوها في الواقع. بكري كانت كبار ما شاء الله، كبار تلقى معظمها كبار، بعد تلقى شوية صغار، درك الحمد لله اللي كاينك تشوفي معظمهم شباب، معظمهم شباب، ونطلبوا إن شاء الله يحملوا هذا المشعل هذا ويبقوا بالجد هذا، ما يغيروا ما يبدلوا، لأن هذه التراث هذه شيء عظيم، شيء عظيم وحجريش، حاجة غنية. قاعدة الأحباب والله لمة الأحباب اللي يكونوا فيها الأخوان يتلموا، وهذه يسمى القاعدة هذه مال فين سي تقدر تقول يعني دورية، نقدر نديروها في رمضان، نديروها في الأعياد، نديروها كل ما تكون مناسبة نديروا اللمة هذه، تبقى التارقة العيساوية هنا في قسنطينة، يعني تبقى لها جذور، تبقى لها أمل، وتبقى لها وراثي، هي أصلا وراثية، احنا ورثناها أبا عن جد. جلسة حميمية تعود لمولود قسنطين عريق، أسس له مشايخ الأمس وحافظ عليه جيل اليوم. ربي إن حضرنا المشايخ وبعدنا في وسط المشايخ ونضنا في وسطهم، ومهمة تقيلة على تقل تاعنا أننا لازمنا نحافظوا على الشهادة، بيسك راهو مورث ثقافي وهوية أمة، ماهوش أي رسالة هذه تحطها برك في بلاصة وخلاص. اليوم رانا نعانيو من التجديد والتحديث، هذا غير مفهوم، تحديث غير مدروس، وإن شاء الله ربي يوفقنا أنه نوصلوا المشعل كما راهو، كما مدوا لنا اللي قبلنا، بربي إن شاء الله نحافظوا عليه ونوصلوا للأجيال الجاية إن شاء الله. لقاء اليوم بين الإخوان العيساوة في جلسة عند خونا حسن، قصرا هكا خفيفة اللي تسمى اعتدنا نظموها من وقت إلى آخر. سبب الوجود تاعنا هو الحفاظ على هذا التراث اللي يعتبر إرث كبير في المدينة، واللي من واجبنا باش نحافظوا عليه كما علمونا الأولين، حنا ثاني لازمنا نقدموه ونحافظوا عليه باش ما يروحش، باش ما يندثرش. وأنا قلت لك اللقاء هذا تسمى للحفاظ على هذا التراث، وفي نفس الوقت جلسة تسمى الأخوية اللي قال على خونا نغنيو فيها تسمى من مدائح وقصائد ونوبة عيساوية. هي حطات قسنطينية بما تحمله من عفوية وجمالية، تفتح لمحبيه وعشاقه نافذة العفوية.